طيب، ودي جزئية مهمة ان احنا ننطلق منها سيادة، اللي هو ليه بقى في تخوفات من الناس؟ يعني ليه في تخوفات ان ده يكون ضد الحريات؟ المواطن العادي هيتأثر بإيه من تطبيق قانون الطوارئ او غيره؟ لا، زي ما قال احمد بيه، قانون الطوارئ العادي في صالح المواطن العادي خالص الحر، يعني اذا هو في صالحه، مش هيتاثر الا بما نفعه، يعني هينفعه. انما المواطن دائما بيربط قانون الطوارئ لزمن معين، يمكن كان ساعه الاخوان والكلام ده، كان بيطلع قانون الطوارئ مشفوع بحظر تجوال، ده اللي بيأيد حريه المواطن او حريه الناس. فارتبط في ذهن الناس بالخطأ وعدم الوعي ان كلمة قانون طوارئ يبقى ده على دماغه، هو لا يعرف يمشي ولا يروح ولا يجي، وبالليل ما يخرجش، ويمكن بس الصبح ده اتطبق خلال ال6 شهور اللي فاتوا وما كانش ده موجود خالص. ولا خالص. لا، مش 6 شهور، ده حضرتك بقاله داخل على اكتر من سنة دلوقتي، وهنا حتة في يعني قانونية ان بقى تاخد 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور 4 مرات، وبعدين لازم اعرض على مجلس ان هو بيصدق لي بسنه تانية، عشان يبقى ال3 شهور هي مجرد السلطه التنفيذيه تقول انا لسه محتاجه هذا القانون، ايه المجلس خلاص بكلمه يلا، انما بعد السنه لازم يشوف لسه الحاله موجوده ولا لا، عشان ما تبقاش برضه الدنيا زايطه، او يعني سوري في التعبير اللي بقوله، والمواطن يبقى مطمئن. اما اذا شفع القانون الطوارئ بحظر التجوال، ده موضوع تاني، وحظر التجوال لا يفرض الا برضه لصالح المواطن في هذا التوقيت، على اساس ان انا بقيد حركه المجرم ايا كان داخلي او خارجي، سواء شكله ارهابي او تهديد دوله، وبالتالي بامن المواطن، ببعده عن الساحه خالص، بحيث يخلو الامر للقوات بتاع انفاذ القانون انها تطهر الشارع من الناس دي اللي دائما ما يمكن انها تستغل الليل او النهار. وهنا حسب المعلومات اللي عندي، حظر التجوال بحدده من امتى لامتى، ممكن احدده ساعتين، ممكن احدده 12 ساعه، ممكن احدده يوم من الناس ما تخرجش من بيوتها، ليه؟ حسب حسب الحاجة. حاله الخطر. هنا في عندنا حضرتك حالتين، احنا عندنا في حالتنا حاليا قانون الطوارئ خارج لحرب الارهاب، في رئيس الجمهوريه كسلطه رئيس سلطه تنفيذيه وقائد اعلى للقوات المسلحه، وهنا اما هقول قائد اعلى القوات المسلحه، لاحظي حضرتك حاجه، برضو الناس هنا تقول لك طب الشرطه ما هيش قوات مسلحه، لا، كلمه انفاذ القانون وتحت القياده دي بيخش مع وزير الدفاع، مع وزير الداخليه، تحت كلمه القياده العامه التنفيذيه للقانون، وبالتالي بيصبح القانون لصالح الاثنين اللي وصفهم احمد بيف، ان دول بيضحوا بحياتهم عشان خاطر المواطن. إذا كلمة قانون طوارئ حتى لو مشفوع بحظر تجوال، هو في النهاية لصالح المواطن، وطبعا تحت تايتل عام أمن قومي للبلد.